لو ناوي تعمل فيديوهات جيمنج يبقى لازم تلعب الالعاب دي في الاول. ماينكرافت اللعبة دي ممتازة جدا عشان تبدأ بيها، لانها بتديك حرية ابداعية كبيرة، تقدر تبني عوالم، تعمل مغامرات، وتخلي المشاهدين يشاركوك في افكارك، وكمان فيها مجتمع كبير على الانترنت، فهتلاقي دايما الناس مهتمين بيها. لو بتدور على لعبة تجذب انتباه كتير جدا من المشاهدين، ففورتنايت هي الخيار الامثل. اللعبة فيها تنوع كبير في الاسلحة والمهمات، وكمان الايفنتات اللي بتعملها بتخلي دايما الناس متشوقة عايزة تعرف ايه الجديد. امونج اس هي لعبة تفاعلية ممتعة جدا، تقدر تعمل منها محتوى كوميدي، واللعبة بتعتمد على التفاعل بين اللاعبين، وده بيخلي الفيديوهات بتاعتها ممتعة. وطبعا لو عايز لعبة رياضية اكيد مش هننسى EA FC 24، او بالمسمى القديم بتاعها FIFA 24. اللعبة دي فيها قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، وكمان تقدر تعمل فيها فيديوهات عن استراتيجيات اللعبة في ماتشاتك، وكمان فيها لحظات مضحكة في المباريات. فلو عايز لعبة رياضية العب فيفا، ولو عجبك الكلام ده متنساش تعمل لايك وتتابعني عشان تشوف كل جديد في عالم الجيمينج. Peace.